مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الجوله الجديده من برنامجكم جوله الكاميرا. اذا نقول لكم جميعا اهلا بكم فتابعونا. مهما بلغت الحرية الصحفية فأن تقابلها من الناحية الأخرى المسؤولية التي تقع على عاتق الصحفي، إذن هي حرية ومسؤولية. عزيزي المشاهد، هذا شعار جمعية الصحفيين الكويتية والتي نظمت مؤخرا المعرض الأول للكتاب الكويتي والكتاب الكويتيين. نتابع معكم هذه الفقرات. أحبائي المشاهدين، وفي إطار هذه الجولة يسعدنا أن نلتقي في الأستاذة فاطمة الحسين المسؤولة عن المعرض الأول للكتاب الكويتي. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا فيكم. بداية لتعطينا فكرة عن المعرض ومن جاءت الفكرة، يعني ونعرف أنها لأول مرة يعمل فيه هنا في الكويت. صحيح، هو لأول مرة رغم اشتراك الإخوة الكتاب والأخوات الكاتبات في معارض مختلفة. طبعا قمتها كان مهرجان القرين ومعرض الكتاب اللي يسوي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كل سنة، لكن كمعرض للكتاب والكاتب الكويتي لأول مرة ينعمل بالسنة، وهذا يعطينا شوية فخر على الأقل أنه والله في كتاب كويتي. يعني صار فترة الناس تتساءل، يعني الكاتب الكويتي والكتاب الكويتي ضايع في هذا البحر المتلاطم الأمواج من المطبوعات الحقيقة. فقلنا احنا كجمعية صحفيين مهتمين بالقلم والكتابة، والحقيقة للحق هي كانت الفكرة مو من جمعية، من أعضاء من الجمعية اللي هم من دار قرطاس. الأخ أحمد الدين كتب لنا مقترح صادف هوا في نفسنا لما عرض على الإخوان الصحفيين، كلهم شجعونا، فتعاونت اللجنة الثقافية مع اللجنة الاجتماعية مع أعضاء الحقيقة مجلس الإدارة مع الأعضاء، مجموعة من أعضاء جمعية الصحفيين، وقمنا بهذا العمل المتواضع، يعني في مقرنا المتواضع، لعل يكون بذرة تنمو لشيء أفضل في المستقبل إن شاء الله. طيب، هل هناك شروط وضعتها جمعية الصحفيين لدور النشر؟ طبعا، دور النشر اشترطنا عليها أن يكون الكاتب كويتي، وهذا اللي قلص الحقيقة العدد، وربع العدد العامل في الكويت اشترك، لأن ربع العدد فقط قدر يلتزم بالشرط اللي احنا قلناه اللي هو 80% على الأقل مما يعرض يجب أن يكون لكاتب كويتي، بما في ذلك على فكرة المؤسسات حتى الحكومية، جامعة الكويت وغيره وغيره، مجلس الوطن للثقافة، على المؤسسة الكويت التقدم العلمي، كلهم التزموا بهذا. يعني تلاقي إما الكاتب كويتي أو المشرف على الكتاب الكويتي أو المراجعة كويتي، يعني فيه جهد عملي لفكر كويتي فيما يعرض. ولازلنا أعزائي المشاهدين في إطار هذه الجولة، ويسعدنا أن نلتقي بالدكتور محمد إسماعيل. مساء الخير. أهلا، مساء الخير، أهلا بك دكتور. اللي عرفنا طبعا أنك رئيس تحرير أكثر من 10 مجلات تصدر في كندا، تكلمنا عن طبيعة هذه المجلات تصدر من هناك وليش قاعد تصدر من كندا. الحمد لله، أنا ترأست المجلات دي بعد ما نشرت في أكثر من 75 مجلة عالمية، معظمها من الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا ودول أخرى، ولقيت أن العالم العربي للأسف لا تنشر بحوثه باللغة العربية إطلاقا، فقررت إدخال اللغة العربية في مجلات عالمية تصدر في كندا باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وبتحكيم معلن للجميع. فكل من له إنتاج فكري صحيح غير مسروق يمكنه
النشر العلمي، وأن نقدم جهودنا مجانا وتطوعا لإعلاء كلمة العرب والمسلمين وزوي العقول اللي فيها أفكار تفيد في التقدم العلمي في جميع المجالات. طيب دكتور، كيف تستطيع إدارة هذه المجلات وأنت هنا في الكويت وهي تصدر من كندا؟ العملية ببساطة، لأن هناك فرق بين إدارة المجلة وطبع المجلة. المجلات الأمريكية كثيرون منها يطبعونها في الهند لظروف اقتصادية، يطبعونها في بريطانيا لنفس السبب. الطبع هي تنفيذ فقط، هي تطبع فقط في كندا؟ لا، هي تطبع في أي مكان، هي تصدر في كندا. الإصدار هو الجهة الرسمية التي لها حقوق الطبع ولها المسؤولية العلمية. إذا نشرت معنا، نشرك يكون بتحكيم وترقيم دولي، لا يمكن لأي فرد في أي مكان أن يستولي عليه بأي سبب من الأسباب. يشير إليه نعم، يأخذ تصريح منك لنشر بعض الفقرات نعم، أما أن يأخذ كتابك ويكتب اسمه عليه أو يترجمه بدون إذن منك فتعاقبه القوانين الدولية. طيب دكتور، أيضا من ضمن المعلومات اللي عرفتها أنك أن هناك مجلة أيضا هنا داخل الكويت تصدر، حدثنا عن هذه المجلة. يسعدني ويشرفني أني أنا أخذت ترقيم دولي لأول مجلة تحمل اسم الكويت، كويت انترناشنال جورنال فور كرياتيف أشيفمنت، وصدرت المجلة في عام 96، وبها كل إنتاج مشرف لكل كويتي، وأساهم بالجهود تطوعا، ومعي الأستاذة الدكتورة عدلة التركيت وهي كويتية وأنا كندي، وطبعا معروف عني أن أنا لي الصفة العالمية وأتبنى الإبداع، وفاقد الشيء لا يعطيه. أنا لي مئات البحوث موجودة لمن يشاء باستخدام الأونلاين وباستخدام الإنترنت وباستخدام كل المتعارف عليه. أعزائي المشاهدين، وأسعدنا أن نلتقي بالدكتورة عادلة التركيت. مساء الخير. أهلا، مساء الخير. دكتورة، تكلمينا عن طبيعة مشاركتك هنا في هذا المعرض. طبعا في البداية يسعدني أن أحيي جهود جمعية الصحفيين على تبنيها هذه الفكرة كبادرة طيبة، لأننا طبعا كنا محتاجين فعلا لهذا النوع من المعارض لإبراز هوية الإنتاج الكويتي، لأن عندنا الإنتاج الكويتي يمكن مبعثر، يمكن ما في بيبليوغرافي أو ما في قائمة أو مجال أو كتاب يجمعه يعني كتعريف لنا احنا ككويتيين. يعني يمكن في دور نشر وفي جهات كثيره، فبالتالي انا يعني حبيت ان يعني في وقت قصير جدا اني انا اشارك لما سمعت في الموضوع، وبالتالي يعني ما كان في فرصه ان احنا نشارك في الكتب، لكن حاولنا ايضا نشارك في التعريف العام للكتب والاصداراتنا الخاصه فينا في موضوعات متنوعه. فطبعا كنوع من التشجيع وكنوع من الاهتمام في ان جميع الصحفيين يعني ابدت كل اهتمام في هذا المجال. فطبعا طبيعه موضوعات عندنا متنوعه بحكم انا تخصصي في المعلومات والمكتبات وثقافه الطفل، فعندنا مجموعه من الكتب اللي هي تتكلم عن هذا. شنو اهمها يعني او شنو اللي يعني؟ بصراحه كلها مهمه لانها ايضا لها الصفه العالميه. يعني احنا هنا عندنا شيء يسمونه الترقيم الدولي للكتاب، وهذا طبعا الكويت الى الان للاسف لم تتبنى هذا الموضوع، واللي هو حمايه الحقوق الفكريه يعني للملكيه الفكريه. فاحنا طبعا ننشر حاليا في كندا لان نستفيد من الترقيم الدولي الخاص في المكتبه الوطنيه في كندا. تعرفني على اهم الاشياء الموجوده واقدم. طبعا جبت صحيفه واحده لان عندي صحافه كثيره، مثلا هذه جلاله الاتحاد، اصدرها اتحاد بعثات الكويت الطلبه في مصر في عام 1957. من ضمنهم يعني كثير من الطلبة والطالبات، من ضمنهم فاطمة حسين مشاركة في. هل نعتبرها أول صحيفة أو جريدة كويتية تصدر في الخارج؟ لا، في طبعا أول صحيفة اللي هي كويتية، مجلة عبد العزيز رشيد في عام 1928، وأول مجلة كويتية موجودة عندك؟ إيه موجودة، إيه، بس ما جبتها هني لأن المجال ما يتسع. وفي أول مجلة كويتية صدرت اللي هي مجلة كاظمة في الكويت، والبعثة أول مجلة كويتية في مصر في عام 46، عبد الله زكريا الأنصاري ومجموعة من الأدباء. طيب البعثة صدرت قبل الاتحاد ولا بعدها؟ طبعاً في عام 1946، هذه في عام 1956. نعم. من أبرز الكتاب اللي يعني محتفظ في لهم نسخ من النسخ القديمة موجودة عندك؟ والله في نسخ قديمة عندي مثل عبد العزيز رشيد تاريخ الكويت، سيف مرزوق شملان من تاريخ الكويت، جبت عينة الملتقطات للشيخ يوسف بن عيسى الإجناعي قاضي الكويت وقاضي محكمة التمييز،
ومن المشايخ وعلماء الكويت المميزين. طبع كتابه في عام 1947، حكومة الكويت طبعته في السبعينات، يعني أوائل السبعينات. الآن من نوادر، هذا يعتبر غير موجود. وبالنسبة للكتاب هذا، لو سألنا يعني عن سليمان الحزامي عدل، يتكلم مدينة بلا عقول، وكاتب كويتي، كاتب كويتي، أديب قديم، كاتب في رابطة الأدباء من 30 عام تقريبا. يمكن قرأت الكتاب، بس لو تعطينا فكرة ليش اختار الاسم أو العنوان مدينة بلا عقول؟ والله فلسفة الكتاب دائما، يعني الكاتب كل واحد له فلسفة ويرى ما لا يرى الآخرون، يعني فهي نظرتها للحياة كذي، لكن هي مسرحية مسرحية يعني. طيب أقدم إصدار أو أقدم شيء عندك؟ دائرة الشؤون اللي هي الآن وزارة، هذا دائرة الشؤون، كادر عمال حكومة في عام 1955، اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حاليا، نعم. فهذا كادرها، هذا من الأشياء المميزة في ذاك الوقت، أنه يصدر في ذاك الوقت كادر خاص للعمال. شنو يتضمن بالضبط؟ يعني رواتب العمال، ساعات العمل لا يزيد عن ساعات العمل عن كذا، وهذا الكادر محطوط في الآخر. طيب إرشادي بالدرجة الأولى، لوائح والجزاءات اللي الآن على ضوء سوولك، في إذا دخلت أي مطعم أي محل تلقى لائحة الجزاءات وغيرها. في عندنا كتاب حلو في عام 1956 اللي هو الدليل التجاري الكويتي. شوف تصور، يعني في عام 56 عندنا دليل تجاري، هذا علم الكويت، وهذا الشيخ عبد الله السالم أمير دولة الكويت. شنو محتوى الكتاب هذا؟ هذا يعطيك دول العالم وكل دولة المحلات التجارية فيها، أمريكا المحلات، الصين، الهند، البحرين، الدول العربية والخليج والكويت. والميزة إنه يحط لك صور كويتية قديمة، كل 3 صفحات يحط لك صور كويتية قديمة. فهذه من نوادر الصور موجودة في عام 1956، هذه الآن الرياضة صدر في 56. في 56 دليل التجاري الكويتي. والشيء الرائع إنه بالإنجليزي والعربي، يعني مو فقط بالعربي إنما إنجليزي وعربي يعني. أعزائي المشاهدين، ولازلنا في إطار هذه الجولة، يسعدنا أن نلتقي بالكاتب الصحفي في صحيفة الوطن الأخ إبراهيم الخالدي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا أهلا إبراهيم. بصفتك أحد المشاركين في هذا المعرض، يا ليت بس تكلمنا عن طبيعة مشاركتك فيه. والله من خلال الجمعية تشجيعا للكتاب الكويتيين، وضعت جزء من أروقة المعرض للمؤلفين الكويتيين، الإصدارات الخاصة الغير تابعة لدور نشر معينة. كان مشارك بالكتب الثلاثة اللي أنا أصدرتها. نعم. شنو سلبيات المعرض بوجهة نظرك، إذا كانت هناك سلبيات؟ والله السلبيات يعني أنا في رأيي يعني مشتركة بين إدارة التنظيم والجمهور. أولا أنا أعتقد أن حجم المعرض صغير، عدد الدور المشاركة قليل، نجد أكثر الأجنحة هي لمؤلفات خاصة، عدد الدور النشر القليل. وأعتقد يعني أن السبب هذا هو الشرط بأن تكون المشاركة بكتب لكتاب كويتيين، وهذا الشرط سمعت أنه يعني حد من المشاركة. أعتقد قلة المترددين على المعرض هذا أحد سلبيات المعرض أيضا. وجود المعرض في مقر الجمعية، وهو مكان يعني شبه خاص لأعضاء الجمعية، وبالتالي لم يتعود الجمهور على الحضور إليه أو يعرفون عنوانه، فهذه عدة سلبيات أعتقد أن في المعرض القادم سيتم تلافيها إن شاء الله. في ظل التطور والتقدم، التكنولوجيا أصبحت البيئة مهددة بهذا التطور، ولكن يمكن لهذا التطور أن يساعد الإنسان للحفاظ على البيئة. وأتذكر عزيزنا المشاهد بأنه لن يبقى كائنا حيا على هذه الأرض إلا إذا بقيت البيئة سليمة. ولذلك قامت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بتنظيم معرض تكنولوجيا البيئة الأول. تابعوا معنا.
نرحب في المهندس مجدي الهواري مدير عام الشركة المنظمة لمعرض تكنولوجيا البيئة الأول. حياك الله أستاذ مجدي. أهلا وسهلا بتلفزيون الكويت، وفرصة كويسة جدا أن الجانب الإعلامي يغطي معرض لأول مرة يقام في دولة الكويت اللي هو معرض تكنولوجيا البيئة الأول. أقيمت معارض مختلفة للبيئة ولكن لم تكن معارض متخصصة، يعني لم يكن التكنولوجيا فيها هو الدور الأساسي، ولكن معرض تكنولوجيا البيئة الأول الذي استوحينا فكرته بأن الكويت دولة تعتبر من الدول الخليجية المهتمة اهتمام كبير بالبيئة، فكان من أجل كده كان لازم لابد من تنظيم معرض خاص بالبيئة. فوجهنا هذه الفكرة إلى السيد الدكتور عبد الرحمن العوضي المسؤول عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، فرحب بالفكرة وأعد منذ عام تقريبا ونحن نعد لهذا العمل ولهذا المعرض. أخذ جهد كبير جدا وجهد مكثف، وحتى نجمع شركات عالمية متخصصة واختصاص في البيئة، وكان يعني من حظ هذا المعرض أن يشارك فيه أكثر من 10 شركات عالمية لديها آلات ومعدات وتكنولوجيا حديثة جدا متخصصة في البيئة. ممكن تحدثنا عن أهداف المعرض؟ هو أهداف المعرض معروفة، هي ربط التكنولوجيا بحماية البيئة. أنت تعلم أن البيئة هي بيئة بحرية وبيئة جوية، يعني لابد أن لها ملوثات ولها نحمي أنفسنا ونحمي أجيالنا. نحن يعني لابد أن نعمل لمستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة في حمايتهم من البيئة، والتكنولوجيا تلعب دور كبير جدا جدا هذه الأيام في ابتكار المواد وابتكار الآلات وابتكار المعدات الخاصة بحماية البيئة. أولا أتقدم بالشكر الجزيل لتلفزيون الكويت على الاهتمام اللي يبدي لحماية البيئة في دولتنا الحبيبة الكويت. القسم مالنا يختص ب نيو تكنولوجي، تكنولوجيا جديدة في العالم صنعت في أمريكا، هي عبارة عن مكينة تفصل السوائل. احنا عندنا اذا في تلوث في البيئة النفط نجمعه مع الماء وناخذه لأماكن فصل تاخذ وقت طويل ونتائجها تكون سلبية. هذه نقدر ان نجمع احنا التلوث ونسوي الفصل لحظيا في مكان التلوث، ويكون الناتج 99% نقي. إن كان الماء نقدر نرده للبحر، أو إن كان النفط نقدر ناخذه ونرد استغلاله لحظيا. فإذا تلاحظون عندي في هذا المزيج يتكون من نفط اللي هو مخفف اللي هو لامب أويل وماء. فالحين إذا بدينا عملية إدخاله على الماكينة تلاحظون إنه قاعد يدخل المزيج اللي يتكون من الماء والنفط. هذه الماكينة في عندها دوران سريع وتفصل، فيطلع الماء من الفتحة العلوية وينزل النفط من الفتحة السفلية. وإذا تلاحظون الحين الناتج بيكون اللي هو الماء بدش على الكونتينر مال هذا الماء، واللي هو ناتج 99% نقي من التلوث. وهذه تكون استخداماتها الفعالة في الشركات النفطية أو الشركات البحرية، وفي أماكن اللي يصعب عليها الوصول. وميزاتها إن حجمها صغير، فيمكن وضعها على أي ناقلة صغيرة وأخذها بسرعة لتفادي حدوث نتائج سلبية من التلوث. وهي مو بس بالنسبة للنفط والماء، أي سائلين مختلفين الكثافة
يمكن فصلهم بواسطة هذه الماكينة. طبيعة مشاركة شركة البترول الوطنية الكويتية في معرض البيئة تهدف يعني إلى إبراز جهود الشركة في هذا المجال. طبعا بما أن شركة البترول هي شركة تصنيع منتجات نفطية، فهي تحاول أن تبرز جهودها فيما يتعلق بهذه الصناعة من الحفاظ على البيئة الجوية والبيئة البحرية أيضا. في شركة البترول الوطنية الكويتية يعني هناك يعني مجموعة من الوحدات الخاصة في حماية البيئة، يعني معالجة الغازات المتخلفة ومعالجة مياه البحر يعني التي تستخدم في عملية التصنيع، وأيضا معالجة غازات الشعلة. طبعا أهم مشروع يتم استكماله خلال الأشهر إن شاء الله القليلة القادمة هو مشروع إنتاج مادة الـ MTBE التي تدخل في تصنيع البنزين الخالي من الرصاص. الهيئة العامة لتقدير التعويضات، شنو طبيعة مشاركتها في معرض تكنولوجيا البيئة الأول؟ مثل ما تعرفون احنا كهيئة عامة لتقدير التعويضات قمنا بحصر وتقدير أضرار البيئية، فطبعا ترجمنا كل الأضرار البيئية إلى خلينا نقول مبالغ شلون نقدر نطالب فيها في هيئة الأمم المتحدة. طبعا مشاركتنا في المعرض هذه من خلال الجانب هذا البيئي. طبعا أعزائي المشاهدين، وفي ظل هذه التغطية عن المعرض يسعدنا أن نلتقي بالدكتور محمود عبد الرحيم المنسق العام للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بنور الكرامة دكتور. طبعا اللي نعرفه أن التطور التكنولوجي يخدم دون أدنى شك البيئة، ولكن بنفس الوقت يضرها. تكلمنا عن هالموضوع هذا. نعم، هو التنمية والتطور بصفة عامة مثل ما أقول سلاح ذو حدين. البشرية احتياجات الإنسان تزيد، وبالتالي تنمية الموارد الطبيعية وتصنيعها تتطلب أنك تقدم تقنيات جديدة. التقنيات هذه دائما لها يكون ردو يعني جماع نواة يعني نواتج قد تؤثر على البيئة، سواء كان على شكل غازات أو أتربة أو على شكل نفايات سائلة أو نفايات صلبة. لكن نفس الإنسان هذا اللي قدر أنه يطوع هذه الموارد ويخلق ويصنع التكنولوجيا أو التقنية لتصنيع هذه الموارد الطبيعية وتحويلها إلى خامات تفيده، يقدر بنفس الوقت أو قادر بنفس الوقت على أنه يتغلب على مشكلة النفايات. وإحنا هذه الرسالة اللي نتمنى أن المعرض هذا يوصلها للناس، على أن نفس الإنسان اللي صنع هذه التقنيات ولوث وقادر على تلويث البيئة كذلك قادر على حمايتها. ويمكن الإخوان المشاركين في المعرض يطرحون هذه الرسالة من خلال ما يعرضونه من معدات ومنتجات إما لرصد البيئة أو لمنع التلوث ومكافحته. طيب دكتور، لنعرف أن للإنسان دور مهم جدا في الحفاظ على البيئة، كيف ترون دور الإنسان في ظل التطور التكنولوجي؟ ولا هو الإنسان لو يعني إحنا يعني أنا شخصيا أرى وأتمنى أن هذه الرسالة توصلها المنظمة للناس أن البيئة هي أمانة بيد الإنسان، فهل الإنسان الله سلمه الأمانة سواء كان الأرض اللي نعيش عليها أو البحر اللي ناخذ منه غذائنا أو نستمتع بجماله، هذه كلها إذا نظرنا لها كأمانة، إذا إحنا مثل ما علينا مسؤولية أن نطور الموارد ونبني ونتوسع بالعمران وبالصناعة، كذلك علينا مسؤولية الحفاظ على هذه البيئة بما حباه الله من جمال، وبنفس الوقت نسلمها للي يأتي من بعدنا بحيث يكون مقادر على أن يستفيد من الموارد هو الآخر. لكن إذا احنا نظرنا فقط لجانب التنمية وأهملنا جانب حماية البيئة، من يأتي بعدنا قد لا يجد ما يمكن الاستفادة منه والاستمتاع فيه. والتجارب دول أخرى والمناطق أخرى بالعالم تعلمنا بأن تدمير البيئة أسهل بكثير من إعادة بنائها، ويمكن التجارب اللي مرينا فيها بمنطقتنا احنا بالكويت بالذات وبمناطق أخرى من هذه المنطقة شفنا أن كثر الحروب والتلوث الصناعي ممكن يؤدي إلى دمار، من الصعب جدا إعادة تأهيل البيئة مرة أخرى.
فنتمنى أن الإنسان ينظر إلى هذه البيئة نظرة الأمين المحب للبيئة الذي يتمكن من تحقيق طموحاته التنموية، لكن بنفس الوقت باليد الأخرى يحافظ على البيئة وينميها ويحافظ على جمالها وتوازنها الذي خلق الله سبحانه وتعالى عبر هذه الملايين من السنين. دكتور محمود يوسف عبد الرحيم المنسق العام للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، شاكر لك كل الشكر على هذا اللقاء ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح لهذا المعرض. وأنا شاكر لكم هالتغطية الطيبة وجهودكم الإعلامية اللي هي أساس في نشر الوعي البيئي في المنطقة. في عام 1826 تم التقاط أول صورة في التاريخ، ومنذ ذلك الوقت حتى وقتنا الحاضر والصورة تتطور وتتقدم حتى أصبحت أهميتها تفوق الكلمة. عزيزي المشاهد، نظمت مجموعة المصورين الكويتيين معرضا للتصوير الفوتوغرافي يعرض باقة متنوعة من الصور. عن تغطيتنا في هذا المعرض يسعدنا أن نلتقي في الأستاذ أحمد دشتي، أستاذ التصوير الصحفي في جامعة الكويت. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. أستاذ، ريت في البداية تكلمنا عن المشاركة في هذا المعرض وعن المعرض بشكل عام. المعرض عبارة عن مشاركة 6 مصورين، جهزنا أو أعددنا مجموعة مصورين كويتيين. الهدف من هذا المعرض هو الارتقاء بفن الفوتوغراف. المجموعة عبارة عن 6 مصورين ينتمون إلى عدة مناهج تصوير أو عدة مدارس تصوير، وهذا راح إن شاء الله تلاحظونه من خلال الصور اللي راح تطلعون عليها بعد شوي. طيب، باعتقادك ما هي الأهمية التي تمتلكها الصورة ليقام لها هذا المعرض؟ كما معروف والمقولة المعروفة أن الصورة تساوي 1000 كلمة. الصورة مهمة في حياتنا، الصورة لها مصداقية أكثر من الكلمة، الصورة لها تأثير أكبر من الكلمة، الصورة تستخدم كشاهد في حياتنا اليومية، أوكي؟ والصورة نتكلم يعني ساعات وساعات عن الصورة، الصورة مهمة في حياتنا، يعني إحنا أقل التقادير إحنا ما نقدر نسافر إلا بصورة، الصورة موجودة بالجواز في كل مكان. طيب، الكثير من الباحثين والمختصين في الصحافة وغيرها يطرحون انتقادات كثيرة على الصورة، مثلا البعض منهم يرى بأنها تعود الناس على الكسل وتخدر الرأي وغيرها من الانتقادات، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ قد يكون جزء من هذا في صحة، ولكن لو لاحظنا أن الصورة هي تجذب القارئ، معظم القراء عندما يمرون على الصورة ينجذبون بالصورة، الصورة تعطي حق الخبر مصداقية أكثر، الصورة تعطي حق الخبر تأثير أكبر، يعني تلاحظون أن إذا في صورة هناك معاناة في الصورة تبين بشكل وايد أوضح لو كانت هذه المعاناة ككلمة موجودة في خبر. طيب، كيف نحصل على صورة فوتوغرافية جيدة؟ بالحصول على صورة فوتوغرافية جيدة هناك عدة أنواع من التصوير، ولكن الصورة الصحفية البحتة يجب أن تكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب والكاميرا جاهزة معك فيها فيلم، وتكون عندك القدرة على التشخيص ما بين الصورة المعبرة والغير معبرة. طيب، ممكن تشرح لنا أنواع التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير الفوتوغرافي هو علم بحد ذاته، والتصوير له تشعبات كثيرة، فهناك التصوير الصحفي، التصوير الرياضي، التصوير الدعاية والإعلان، تصوير دعاية والإعلان، تصوير الطبيعة،
تصوير الرحلات، التصوير الفني، التصوير سبيشال افكت او تصوير المؤثرات الخاصه، وهناك انواع عده، التصوير المعماري، التصوير التجاري، يعني علم بحد ذاته. هذه الصور الهدف منها هي إبراز جمال الطبيعة، وفي عندي أنا صورتين في هذا المعرض. الصورة الأولى سميناها خريف، صورة بالأسود والأبيض نشوف تدرجات الرمادي موجودة بشكل واضح. الصورة الثانية هي أيضا صورة طبيعة، صورة طبيعة فيها الطيور النورس، الحركة مع الطيور النورس، حركة الأمواج، أوكي، وجود عدة عناصر في هذه الصورة. الصورة أعطت شكل جمال الإضاءة في وقت متأخر من العصر، فمعطي إضاءة نوعا ما اصفرار إلى برتقالي، وهذا يعطي warm lighting، يعطي إضاءة كويسة حق الصورة. بالنسبة حق السكشن هذه، هي عبارة عن صور صحفية، وباختصار نشرح الصور الصحفية هي الصور التي تشمل العنصر البشري، الصور التي لها قيمة إخبارية، الصور اللي لها انجذاب من قبل الجمهور. لو تلاحظون السكشن هذا كله في عنصر بشري، تلاحظون نظرات العين على كل الصور موجودين تتكلم، الصورة تتكلم بحد ذاتها. أول صورة عندي أو صورة اللي متميزة هي صورة كويت الماضي والحاضر اللي موجود عندي هني. في هذه الصورة طبعا كان عندي مشكلة في البداية أني قاعد أصور بالليل، ومعروف أن تصوير الليل دقيق جدا، خصوصا أن عملية استقبال الفيلم للضوء شوي فيها صعوبات معينة لأن ما يعتمد على جهاز قياس الضوء، ففي عملية حسابية معينة قمت بإجراءها، وحاولت في نفس الوقت أني تكون عندي قصة معينة حول هذا البوم. القصة الأولى، القصة أن العلم الكويتي القديم هو يرمز لكويت الماضي، البوم هو تراث الكويت، وعندنا كلمة تحرير هي اللي ترمز إلى تحرير الكويت، فإذا الصورة يطلق عليه كويت الماضي والحاضر. طبيعي تصوير الصورة هذه، الإضاءة اللي موجودة إضاءة طبيعية موجودة في المكان نفسه بدون أن نستعمل فلاش أو بدون أن نستعمل أي مؤثرات خاصة، سواء أني استعملت سرعة غالق 4 دقائق، أي ما معناه أن الكاميرا تم تصور 4 دقائق في سبيل أن تبرز الصورة بالألوان هذه وبالشكل هذا. خذينا لوحة من اللوح هذه، طبعا هذه صورة في البر الغربي في مصر. طبعا هني أنا قاعد أتكلم عن ميكسينج لايت، إنه خليط بين نوعين الإضاءة اللي هي التنجستون والفلوريسن، فلما نعمل الخلطة هذه نحصل على ألوان دراماتيكية. هني عندنا اللعبة بين الظل والنور، طبعا إني أنا استفيد من المساحات البيضة والمساحات الغامجة علشان أخلق نوع من عمق الميدان في الصورة وأعطي إحساس جمالي في الصورة. Thank you.
صورة البدع واحد. طبعا سميتها البدع واحد لأن الصراحة شاطئ البدع يعني لنا الشيء الكثير. أول شيء يتميز بالأصالة الكويتية، ثاني شيء يتميز بالهدوء، وكان الناس في السابق تقضي فيه أمسيات جميلة، ويمكن ليل حين يعني الواحد اللي يتمشى على شاطئ البدع يشوف هذا الشيء بعينه. هذه الصورة عبارة عن حضرة طلعت قمرة، انعكاس القمر باين على الحضرة معطيها نوع من الجمال. هذه الصورة دبل اكسبوجر، صورت فيها الحضرة أول شيء، ثاني شيء صورت فيها شروق القمر، ركبتهم على بعض فطلعت بهذا الجمال اللي تشوفونه. عندنا الصورة هذه وياها الصورة اللي يمها. الصورة الأولى طبعا مأخوذة ويا الصورة الثانية في نفس الوقت وفي نفس اللحظة تقريبا، يعني بس فرق بينها وبين الصورة الثانية عدة ثواني. طبعا نفس الفراشة، نفس الوضعية، نفس وقفتها، لكن كل اللي اختلف زاوية التقاط الصورة. الصورة هذه تقدر تعبر لنا عن تعبير اجتماعي أو دلنا على دلالة أن مهما اختلفت وجهات النظر اللي نشوف فيها الموضوع، بالنهاية يبقى عندنا أن الموضوع اللي احنا قاعد نتكلم عنه قد يكون هو نفس الموضوع لكن لكل شخص وجهة نظر مختلفة. فبالنهاية مهما اختلفت وجهات النظر يبقى الموضوع واحد، وهذه الصور تساعد على تقريب وجهات النظر. بالنسبة لهذه اللقطة مثل ما احنا شايفين نطالع ان انا دشيت داخل البرشة، وهذا باب البرشة مثل ما احنا شايفين. فهذا بالنسبة للتكوين الاولاني. ميزة اللقطة هذه ان فيها تكوينين من خلال تعريض واحد باضاءتين متماثلتين. التكوين الاولاني اللي هو باب البرشة مثل ما احنا شايفين هني، وهذه طوفة البرشة. التكوين الثاني أو التكوين المخفي اللي مو موجود اللي راح أقول لكم عليه، اللي هو هذا الخط مع هذا الخط مع هذا الخط، يمثل عبارة عن زاوية مبنى الضوء طالع من فوق المبنى. فهذا الهدف من اللقطة إن تكوينين في خلال تعريض واحد. أحباء المشاهدين في كل مكان، ومن التصوير الفوتوغرافي إلى التصوير التلفزيوني، ونصل بكم هنا إلى ختام جولة الكاميرا حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم. لكم أجمل التحيات مني ومن جميع أسرة البرنامج، إلى اللقاء.
الله.